أهلا بكم مجددا، نلتقيكم في مشوارنا الذي يبدأ معكم هذه اللحظات في برنامج متداول. سنتعرف على أهم الأحداث والقصص، لكن سنتعرف معكم الآن على العناوين. $500 ثمن تذكرة حفل محمد رمضان بأربيل والسلطات تمنعه. عاقبوه بالنقل إلى مكان بعيد بسبب كشفه ملفات فساد. اشتباك بالأيدي في مستشفى الزهراء بسبب مسؤول وحدة المختبر. يواجه العراق ملف الفساد الذي ينخر باقتصاده ومقدراته ومستقبله بكل الوسائل، ولكن رغم ذلك ما زالت عقبة الفساد تمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة العراقية. ويوجد أكثر من 11 ألف متهم بالفساد، بينهم 54 وزيرا خلال عام 2021 فقط. ووفق تقرير لهيئة النزاهة العامة في العراق، وما دمنا نتحدث عن الفساد، ظهر شاب عراقي قال أنه يعمل بصفة موظف الخطوط الجوية العراقية وممثل قانوني لدى هيئة النزاهة والدعاوى المدنية. ولكشفه ملفات فساد كثيرة لصالح الخطوط الجوية العراقية، تم نقله على إثرها إلى النقل البري بعيدا عن عمله الذي كان من خلاله يلاحق الصفقات التي تشوبها رائحة الفساد المالي أو الإداري. وطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طالبه بضرورة التدخل لمساعدته وإعادته إلى عمله ورفع المظلومية عنه. السلام عليكم. مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي. أنا أحد موظفي الخطوط الجوية العراقية، كنت أعمل سابقا بالخطوط الجوية، تعينت بال 2016 عقد، بال 2021 ثبتت على الملاك الدائم. أعمل بالقسم القانوني، كنت أحد موظف الممثلين القانونيين اللي لدى هيئة النزاهة والدعاوى المدنية. الإنجازات اللي عندي ما يقارب 60 دعوة مدنية كلها لصالح الخطوط. الحمد لله سمعتي معروفة وشغلي معروف لدى الجميع. بالفترة الأخيرة هناك عقود فاسدة لوكلاء عامين، وكيل بالعمولة، وكلاء الخطوط الجوية العراقية، تبنيت دعاويهم والحمد لله كل الدعاوي اللي ضد الوكلاء انكسبت، وكان آخرها وآخر دعوة كانت $6 مليون. الكل الدعاوي انكسبتها صالح الخطوط وجبت فيها قرارات لصالح الخطوط، لكن مع الأسف الخذلان اللي إجا والظلم اللي صار من وزارة النقل وإدارة الخطوط، أنه تنقلني من الخطوط الجوية العراقية إلى أحدى تشكيلات وزارة النقل وبهاي الهيمة باع دولة الرئيس واللي يشتغل صالح الخطوط وبنزاهة وما ياخذ رشوة وما ياخذ فساد، هنا يتجازى ينقل ويتهمش وكل الظلم يصير عليه. بقى المناشدة الأخيرة لك دولة الرئيس، أنا غلقت كل الأبواب يعني أبوتشي. المناشدة الأخيرة دولتك يا رئيس الوزراء. الشاب أكد أن هناك عقود لمدراء ووكلاء عامين تغط بالفساد، وتمكن فعلا من إعادة $6 ملايين لصالح الخطوط الجوية العراقية، في حين لاقى مقطع الفيديو تعاطفا من العراقيين الذين أكدوا ضرورة الوقوف إلى جانب هذا الشاب الذي شكى مظلوميته أمام الرأي العام ولجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي ليوصل صوته، فكانت هناك تعليقات وردود أفعال. نبدأ تلك التعليقات مع سيف الجوري الذي عقب على ما قاله هذا الشاب، يقول لك أنت بطل، أنت اللي سموه العراقي أبو الغيرة، حتى تليفونه نطاب، بس ابن عمي ترى يكتلوك طايح ورايح بهالبلد. هناك تعليق آخر من همس القلوب، احتمال الكاظمي نقله على السكك الحديد، هو الفساد في العراق صار مثل الأرض. تعليق آخر من علياء تقول ربي يكون بعونك، للأسف وصلنا للزمن الذي يعلو فيه صوت الظالم على الحق، لكن عند رب العباد لا يضيع. هناك تعليق من أسيل، أو سيظهر هذا التعليق الآخر من أسل، والله يا عيوني ما تأخذ حق منهم لأن هم بياناتهم واحد،
يطمطم للثاني. العراق ما يتحمل ناس الزينة بس الحرامي والكذاب يعيش ملك. تعليق آخر من بي كي يقول: شوف كل شريف متعذب بهذا البلد، كل إنسان وطني وحريص على البلد يحارب، لذلك أنصحك غادر البلد، خلي للفاسدين وعصاباتهم، لأن العراق انتهى، بعد مستحيل يرجع. يبدو أن حمى السباق والصراع على الكراسي والمناصب في العراق أصبحت عدوى فيروسية ليست مقتصرة بمن هم في السلطة فحسب، كذلك القطاعات والمؤسسات الحكومية العراقية هي الأخرى لم تسلم. لقطات مصورة في الخفاء تظهر ذعر المراجعين على أثر اندلاع مشادة كلامية حادة تطورت إلى العراك والاشتباك بالأيدي بين مجموعة موظفين داخل مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة النجف، وللسبب غريب وصادم حقا. الفوضى والبلبلة التي تم تناقلها عبر مقطع الفيديو والذي خلفه هذا الجدال قيل أنه بسبب صراع على الكرسي على منصب. نعم، هذا ما تناقله المدونون عبر منصات التواصل، ولم يتسنى لنا التأكد من صحة ما قيل. فبعد تعيين موظف بصفة مسؤول مختبر لكن خدمته قيل أنها أقل من عام في داخل المستشفى، انتفض عدد من الكادر الوظيفي، وهنا نشب الخلاف بينهم. الفيديو المصور كان الأكثر تداولاً منذ يوم أمس عبر منصات السوشيال ميديا، وأفرزت هذه الواقعة ردود أفعال وكومنتات، اخترنا لكم بعض منها. نبدأ تلك التعليقات مع أم أثير. تقول أم أثير في تعليقها تعليق مطول: هو مسؤول وحدة لا يقدم ولا يأخر شيء، لعد لو صاير مسؤول قسم لو شعبة كانش سووا، فليش ما يخلوه يعني شعليها الخدمة؟ يجوز عند الإمكانية الكافية ومؤهل على هذا الشيء، لو بس تردون تحتكروها للكبار، مو شرط كل كبير وعنده خدمة هو يفتهم. هناك أيضا تعليق من عباس يقول: صدق كذي يحطون مسؤول مختبر خدمته أقل من السنة، الظاهر هالشاب وراه راس كبير هو اللي عينه وسانده، غير هذا التفسير ماكو. تعليق من ياسر الشمري يقول: ياسر مع احترامي للناس الطيبة بس أكو سياق قانوني، يعني أنت بمركز صحي وبمكان حساس، فعلى أي أساس تتصرف هيك تصرف لا يناسب المكان اللي أنت بيه ولا يناسب سمعتك كونك ضمن ملكات الرحمة؟ تصرفكم عيب وغير مقبول. الأكثر جدلاً وإثارة الفنان المصري محمد رمضان مجدداً يشعل منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة في العراق. فما هي الحكاية؟ ماذا يفعل محمد رمضان وماذا فعل؟ قرار صارم وجريء يقضي بمنع إقامة حفل الفنان محمد رمضان في إقليم كردستان العراق وبالتحديد في أربيل. منذ الساعات القليلة الماضية الجدل والتكهنات تحوم حول صحة هذا القرار، سيما أن جمهور وعشاق الفنان محمد رمضان يستعدون على أحر من الجمر لحضور حفله الغنائي، من المقرر كان أن يكون في 27 من الشهر الجاري. وفي مقابل ذلك خصومه ومنتقديه يرفضون إقامة الحفل. النائب المستقل في برلمان إقليم كردستان علي حما صالح قطع الشك باليقين وأعلن عبر صفحته الشخصية عن إلغاء حفل المطرب المصري الشهير محمد رمضان، وهذا ما أكده محافظ أربيل أيضا، مبررين ذلك
لأجل الحفاظ على القيم ومبادئ المجتمع، وأن لا يتم تفسير المنع بأنه انتهاك للحرية. الأكثر لافتا في الموضوع أو ما هو ملفت للنظر أن أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بلغت $500 ثمنا للتذكرة الواحدة، وبعد سوريا وقطر والإسكندرية آخرها أربيل تصف مع هذه الدول لحظر ومنع إقامة حفلات للفنان محمد رمضان. هناك تفاعل كبير مع قرار المنع بإقليم كردستان وفقا لما جاء من أخبار، وسنقف أيضا معا على تلك التعليقات وردود الأفعال والآراء التي جاءت على خلفية إلغاء حفل محمد رمضان الذي كان من المؤمل أن يقام في أربيل. نبدأ التعليق الأول الذي سيظهر معكم على الشاشة. التعليق الأول هنا مع جود: قرار موفق وجريء والنعم من الإقليم. كاكا برزان وطلباني: أشو رمضان مصدق نفسه، وين ما يروح ينطرد، المفروض يحس شوية بعد منعه من إقامة حفلات بالإسكندرية وسوريا والعراق، يكون يعيد حساباته ويعود إلى رشده قبل ما يدمر نفسه ومسيرته. تعليق من نهى رشيد تقول: قرار غير موفق وانتهاك للحرية مع احترامي لإقليم كردستان، بس هسه محمد رمضان صار يأثر على القيم والمبادئ. شنو اللي قدمتوه لشباب كردستان اللي أخذهم بحر اليونان هربا من واقع الجوع والفساد؟ تناقض. تعليق من حسوني يقول: حسوني في تعليقه: يا بطران، اللي يدفع $500 حتى يحضر حفلة، بابا يفتح اليوتيوب وفلوسي تبقى بجيبي وباوع ببلاش. رمضان فنان معروف عربيا بالتجاهر بالفسق والحركات الإيحائية، وهذه سمعة بلد، وسمعة البلد أهم من كل شيء، فعاشت إيديكم. هاشتاج هولير بيشوازي لا بيروشتي ناكات. جميع ما يدعو إلى إثارة البلبلة ولفت النظر انتقام وتخريب وكذلك التفخيخ. سلسلة عمليات ممنهجة لم تكن هي الوحيدة التي أضرت بمنظومة الكهرباء في العراق وأثرت سلبا بساعات تجهيز المواطن. فمنذ سنوات لا تزال الكهرباء تستهدف من ضعاف النفوس والجماعات المجهولة، آخرها ما كشفت عنه وكالة الاستخبارات الاتحادية العراقية عن إحباط عملية تهريب محولات الطاقة الكهربائية في كركوك. وثلاثون محولة طاقة كهربائية وقعت بيد عناصر الاستخبارات، وذلك بكمين محكم أوقع المهرب مع عدد من المضبوطات التي وجدت داخل عجلة كبيرة من نوع تريلا، فيما تم اقتياد المهرب إلى السجن لتدوين أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. الفيديو ما أن بثته وكالة الاستخبارات عبر حسابها وصفحتها الرسمية على فيسبوك حتى لاقى تفاعلا وانتشارا بين المدونين وعدد من الكومنتات. وقفنا لكم على تلك التعليقات أو نماذج منها. نبدأ مع تعليق لأم سرمد. تقول أم سرمد: بالسوق موجود كل شيء، أسلاك وأعمدة كهرباء، فليش تهربون بالسر؟ وليش يحبطوهم؟ خليهم يهربون ويأخذون المحولات، شو نسوي بهلقة كهرباء؟ إحنا ليل نهار كهرباء ما تنقطع، يعني من قوة الكيبلات مدى تتحمل الضغط، فأخذوا الكهرباء وبالعافية، شو نسوي بيها؟ هي بقت عليكم. تعليق آخر من حمدية. تقول حمدية: يظن الكثيرون أن السياسيين فقط هم الفاسدون ويغفلون عن الآلاف من الموظفين الفاسدين واللصوص، وهم ينخرون جسد العراق، رحيل لزم السائق ويثبت التهمة عليه ويطلع المهرب بس يروح للمحكمة يشرب شاي وتنفض أو تنفض السالفة. تعليق من حسين يقول: حسين،
عاشت ايديكم صقور الاستخبارات، واتفق وياكم انه تهريب، بس الجهة البائعة منه والجهة الشارية منه؟ المن دا تروح هاي المحولات؟ السوق بمحولات انواع واشكال تجارية، هذولاك من وين دا يجيبوها؟ على العموم هناك أيضا مجموعة من القصص والأحداث، انتهينا من قصة سرقة المحولات وبيعها في السوق السوداء، سنتعرف على تفاصيل القصص الأخرى، لكن الآن سنتعرف على عناوينها. حادث محير وغريب، سيارة تطير وتهبط على سطح منزل. الكويت كويس، أردوغان يتحدث بالعربية إلى السائحين بإسطنبول. ممثل أكشن عالمي يصف بوتين بأنه أحد أعظم الرؤساء. اعتدنا أن نشاهد في أفلام السرعة والحركة والأكشن تطاير السيارات هنا وهناك وتحليقها عاليا بعد أن تصطدم بمجموعة من البراميل أو حاجز مروري، كنا نشاهد ذلك في السينما، لكن الآن خرج ذلك إلى الواقع، إذ أشعل فيديو لحادث مروري عجيب غريب محير أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية في جدة، وأظهرت اللقطات المصورة لما بعد الحادث المروري سيارة تستقر على سطح أحد المنازل القريبة من طريق عام. هذا أثار حيرة كل من مر بالطريق، وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المارة عن السبب الذي طار بالسيارة فوق سور المنزل لتستقر على السطح. وفور تداول مقطع الفيديو لهذه الحادثة الغريبة أعلنت مديرية مرور محافظة جدة أنها تتابع القضية. والله طلع لهم فوق هذا. هذا كيف سوى كذا؟ والله طلع لهم فوق هذا. كيف طارت؟ ما انا مش عارف. والله ما ادري. شوف لها فين طلعت. سلم الله. الله يستر بستر. والله يستر بستر. تولت فرق الدفاع المدني إنزال المركبة من سطح المنزل باستخدام آليات ثقيلة، وقال حساب مرور محافظة جدة على تويتر، قال إن المركبة انحرفت أثناء سيرها بسرعة عالية على الطريق العام، ما أدى إلى ارتطامها بحاجز ترابي ثم طارت واستقرت على سور أحد المنازل. الحادث أسفر عن إصابة متوسطة لقائد المركبة التي استقرت في الأعلى، في حين كانت هناك تعليقات وردود أفعال كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها، والبداية مع تغريدة لمحمد أبو الليل. يقول محمد أبو الليل ونحن في وضح النهار: وحدة ست كانت سيئة ومركزة في الطريق، مركزة كمان، أمال لو مش مركزة حيحصل إيه ولا إيه؟ هناك تعليق من محمد إسماعيل يقول: هذا ملقى مكان يطبق سيارته، قال لك خل أطبق على السطح، هم أمان هم استقرار هم إن المنظر حلو ومناي أصير ترند وطش. تعليق من رضا يقول: الحمد لله على السلامة، ربنا المنجي، أنا عملت شقلباز بالسيارة على الطريق الدولي بسبب سيارة صدمتني من الخلف، ومن شدة الاصطدام وجدت نفسي في الجو، والسيارة على الطريق المعاكس وماشي على عجلتين شمال، سبحان المنجي والحمد لله رب العالمين. هناك تعليق من عاطف أحمد يقول: نموذج للسيارة الطائرة التي طرحت فكرتها إحدى شركات تصنيع السيارات، ما شاء الله من كثرة الخير سيارات قامت تطير. هناك أيضا تعليق من كامل يقول: ده طيار مش سواء، ولما الطيار يسوق سيارة يطير بيها ويعمل فيها باتمان ولا سوبرمان. الأول أحلى من كل حاجة إن الخبر بيقول هذا وقد أصيب قائد المركبة بجروح بسيطة، لا كمان هي عايزة ما يحصلوش أي حاجة، ثم يضحك على تعليقه. هل شاهدتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وهو يتحدث ببعض المفردات من اللغة العربية محاولا التواصل مع السياح العرب في إسطنبول بطريقة ما، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء لقائه سياحا عرب خلال جولة له في مول غالاتا بورت إسطنبول على الضفة الأوروبية لمضيق البوسفور. والتقى أردوغان سياحا قادمين من مختلف الدول العربية من الكويت وفلسطين ومصر، ثم تبادل معهم أطراف الحديث باللغة العربية. هو حاول يتحدث باللغة العربية بالإضافة إلى التقاط بعض الصور التذكارية، حيث سأل إحدى السائحات: تعالي كيف هي الكويت؟ كويس؟ طيب ما شاء الله ما شاء الله، لترد عليه بأنها تحب إسطنبول. السلام عليكم. تعال تعال. أمنية حياتك أشوفك. تعال تعال. حياتي من أمين. أدم ده من أمين. Benim eşimin adı da Emine. Zavcetti ismi Emine. Bağırıyorum. Sen ne diyorsun? İyi bir şey söylüyorum sizlere. Şükran. Elhamdülillah. Keyfe tu kuyit? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kuyis? Eee? Tayyip. طيب الحمد لله الحمد لله. نحب ان اني اسطنبول وتركيا نعشقها نعشقها seviyoruz aşığız İstanbul. Şükran. العفو. تمام تمام. Canım benim Kütahyalıyım ben. Kütahyalısın? Evet. Dolayısıyla bize Kütahyalı suyu veriyorsun. Aynen. Hadi alın bakalım arkadaşlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şöyle bir beyefendinin yatırımını görelim dedi. Çok iyi yapmışsınız. Çok iyi. Sağ ol. Çay. 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 Maşallah. Maşallah. Of of of. السائحون في غالاتا بورت إسطنبول شعروا بالسعادة لرؤية الرئيس أردوغان بشكل مفاجئ، وانتهزوا الفرصة لتوثيق ما حصل عبر مجموعة من الصور الملتقطة والتي شاهدناها أمامكم أو التي تظهر معكم الآن على الشاشة. في المقابل كانت هناك تعليقات وردود أفعال كثيرة أيضا، اخترنا لكم جانبا منها. نبدأ تلك التعليقات مع هاني الدالي. يقول هاني الدالي في تعليقه على فيديو لقاء رجب طيب أردوغان مع السياح العرب وحديثه باللغة العربية أو ببعض المفردات من اللغة العربية، يقول هاني الدالي: شخصية محترمة ومرموقة، ربنا يحفظه ويحميه من كل سوء يا رب العالمين. بس أشو من هذا المصري قال من مصر الرئيس شكله ما عجبه، ثم يضحك على تعليقه. هناك تعليق من يسر: بكل سرور التقط الصور مع كويتيين ومصريين وفلسطينيين، وهذه الكاريزما التي يجب أن يتمتع بها أي رئيس دولة، خصوصا إذا كان خدم شعبه وقدم لهم مئات المشاريع الخدمية وخطوط النقل. أيضا هناك مداخلة من سلام حسن، يقول: سلام يعني بالعراق هم يطلع المسؤول ويصيحون علي وياك علي، وهو كل شيء ما مسوي لهم، وعيني عينك ينطي للمهوال فلوس حتى يمدحها. والفارق أن أردوغان برغم التحفظات والانتقادات قدم لشعبه من بناء واقتصاد وجيش وتكنولوجيا. يا أخي عندهم سيارة صناعة تركية، إذا تشوفها عبالك جاية من المستقبل. هناك تعليق من عابر، يقول: عابر، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، اللهم سلم سلم. أيضا تعليق من كوثر، تقول كوثر: غالاتا بورت إسطنبول من أجمل المولات التي تم بناؤها في الفترة الأخيرة، وهي واحدة من بين مئات المولات ومراكز التسوق الكبيرة في إسطنبول، وفي مكان استراتيجي مهم على مضيق البسفور، معلم سياحي مهم، وكلها استثمار، وعندما يتم الاستثمار بشكل صحيح الرئيس لا يخاف شعبه وينزل إليهم وجها لوجه. ما زالت أصداء عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل تجددها من الهدايا والتهاني والدعم بعد أن أتم عامه 70، كان آخرها من الممثل العالمي ستيفن سيغال، وهو واحد من أشهر نجوم هوليود وأفلام الأكشن والحركة والفنون القتالية، وهو أيضا صديق بوتين القديم المقرب، إذ أثارت تهنئة ستيفن سيغال غضبا كبيرا في عدة دول غربية في أوروبا، حيث وصفت هذه التهنئة بأنها خطوة أخرى تدمر تاريخ هذا الممثل الشهير، إذ وصف
يوم ميلاد بوتين بأنه يوم مهم جدا. ستيفن سيغال يقول، ويقول أيضا أن بوتين واحد من أعظم القادة في العالم وواحد من أعظم الرؤساء. وعبر سيغال عن أمله في أن يحصل بوتين على الدعم والحب والاحترام الذي يحتاجه، ونهاية قريبة لكل المحن التي تحدث الآن. Realize today's a very important day. Today is President Putin's birthday. And I just think that we are now living in very, very trying times. He is one of the greatest world leaders and one of the greatest presidents in the world. And I'm really hoping and praying that he gets the support and the love and the respect that he needs, and that all the tribulations that are going on now will be over soon. الآن علينا أن نعرف لماذا قدم ستيفن سيغال هذا الدعم وهذه التهنئة المميزة لصديقه بوتين. الجواب يعود إلى تشرين الثاني عام 2016، حيث وقع بوتين مرسوما بمنح الجنسية الروسية للممثل والمنتج الأمريكي ستيفن سيغال، ثم اختاره عام 2018 ليكون مبعوثا روسيا خاصا لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الثقافة والفن والعمل الإنساني. وهنا كان لابد له أن يرد الجميل بأسلوب دبلوماسي. واجه على أثرها انتقادات واسعة وكبيرة وصلت لأعلى المستويات، حتى أن أوكرانيا أصدرت قرارا بمنع الممثل الأمريكي ستيفن سيغال من دخول أراضيها بعد حصوله على الجنسية الروسية. وجاءت التعليقات كثيرة، اخترنا لكم بعض منها. هناك أيضا معلومة أخرى تقول أن ستيفن سيغال حصل على قطعة أرض أو حصل على منزل كبير كهدية من بوتين في روسيا. التعليق الأول من شاكر حمزة يقول، ماكو دولة صارت طرف للخير أن تدخل في تفاهم وصلح وتراضي بين أوكرانيا وروسيا، كل من بحث عن مصلحته، ناس صارت معه مع روسيا كي تراعي مصالحها وناس مع أوكرانيا، لكن لا يوجد أحد سعى لتقارب وجهات النظر والسعي للصلح والخروج لبر الأمان. هناك تعليق آخر من لارسا يقول أو تقول، المضحك تعليقاتنا نحن العرب، أحد يمدح والآخر يذم، وكأنهم يتكلمون عن أحد رموز العروبة أو الإسلام. تعليق من طلال يقول، طلال في تعليقه، بوتين منحه الجنسية الروسية قبل كم سنة، وأكيد لازم يمدح فيه ستيفن سيغال صديق قديم لبوتين، وآخر لقاء بينهم أعطاه الجواز الروسي. هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر من بيداء، تقول بيداء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي خليك على الحياد على الأقل، وإلهي نفسك بالأفلام والمسلسلات. تعليق من سويت مايند، طيب هو قال يتمنى أن يحصل على الدعم، فهل كان يقصد الرئيس الروسي أم أي رئيس يقصد؟ تعليق آخر من فاروق، يقول فاروق في تعليقه، لأنه حامل لجواز السفر الروسي والذي سلمه له الرئيس الروسي بوتين شخصيا، يظهر أن التملق لبوتين أفضل من العمل بالسينما والأكشن والكاراتيه. كانت هذه معظم التعليقات والانتقادات التي طالت الممثل الأمريكي الروسي بما أنه حامل الجواز الأمريكي والروسي في نفس الوقت. كانت هناك انتقادات كثيرة، كانت هذه عينات ونماذج من تلك الانتقادات، لكنه موقف من ستيفن سيغال تجاه صديقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الآن كانت هذه آخر قصة، وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج متداول. بالتأكيد سنلتقيكم في حلقة قادمة ومجموعة أخرى وحصاد آخر لأهم وآخر الأحداث والقصص والفيديوهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي. حتى ذلك الحين أترككم بأمان الله وحفظه، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى الملتقى.